قام مساء اليوم المدير العام للضرائب فيصل حسين حسن بزيارة إلى غرفة التجارة والزراعة والحرف اليدوية بهدف التنسيق والتعاون مع الغرفة عن كيفية سير العمل الاقتصادي. كان ذلك بحضور رئيس غرفة التجارة وبعض أعضاء الغرفة. الحسين النور والمزيد. عدم دفع الضرائب ينعكس سلبا على تضاعف الواردات في الخزينة العامة للدولة، مما يسبب تدهورا في الاقتصاد العام للبلاد. لذا جاءت زيارة المدير العام للضرائب المهندس فيصل حسن حسين إلى غرفة التجارة والصناعة المناجم والحرف اليدوية، وذلك ضمن زياراته التي يقوم بها في القطاعات الاقتصادية للتنسيق والمشاورة عن كيفية سير العمل. المدير العام للضرائب خلال لقائه مع المسؤولين في غرفة التجارة والصناعة المناجم والحرف اليدوية أشاد بالدور الذي تقوم به الغرفة في الجانب الضريبي، لذا طلب بذل المزيد من الجهد والعمل سويا. نحن في إدارة الضرائب نأمل من الغرفة التجارية أن تساعدنا في عمل توعية في المجال الضريبي، لأن الكثير من التجار والكثير من الشركات لديها مشكلة في معرفة القضايا الضريبية ومعرفة قوانين عام 2017، قوانين المالية لعام 2017. لذا نتمنى من الغرفة التجارية أن تساعدنا في هذا المجال، مجال التوعية ومجال التعريف بالشركات، حتى هذه الشركات تستطيع أن تدفع إيراداتها وضرائبها للدولة بصفة كاملة. من ناحيته رئيس غرفة التجارة والصناعة المناجم والحرف اليدوية أمير الدودو أرتين أكد بأن أهداف الغرفة التجارية والإدارة العامة للضرائب تنصب في قالب واحد، وهو تنمية الاقتصاد الوطني. لذا أكدوا تضامنهم مع الإدارة العامة للضرائب. من ناحيته ممثل قطاع الثروة الحيوانية بالغرفة التجارية طلب من الحكومة عبر الجهات المعنية تسهيل الطرق للعاملين في تجارة الأبقار لتصديرها إلى دول الجوار، مؤكدا بأن القطاع الحيواني يساهم بصورة كبيرة في الدخل الضريبي للخزينة العامة. ومن المؤكد أن مثل هذه اللقاءات ستسهل العمل بين الفاعلين الاقتصاديين والإدارة العامة للضرائب.